سعد المجرد في ورطة جديدة. حملة لمنع سعد المجرد من الغناء في مصر التي كان من المقرر إقامته يوم 29 من يناير. حبيبي الغاليين في مصر حنشوف بعض يوم 29. وذلك على خلفية اتهامات وجهت له في السابق باغتصاب نساء في دول مختلفة والتحرش بهن، وأطلقت منظمات مصرية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم مش عايزين سعد في مصر، وقالت المبادرة أن سعد المجرد مصمم على إقامة حفله رغم المطالبات بإلغائه. وكان سعد قد واجه الحملات نفسها في العام 2020 والسنة الماضية. الله يبدي اخ اخوي اسمه الله برضو لا يبدي سمك.